في هذا المكان يتجمعنا احتفالاً باليوم العالمي للطفلة الذي يوافق 11 من أكتوبر تشرين الأول كل عام. فتيات لم يحصلن على حقوقهن في الحياة ويواجهن مشكلات عدة، من بينها التسرب من التعليم. أما بدأت دراسة كنت جاء 2000 سنة 2000 بدأت دراسة سنة أولى ابتدائي، يعني أنا كنت جاية خالص طبعاً، فتعلمت لحد ما كبرت دلوقتي ودخلت خط التعليم بمراحله الأولى من أول ابتدائي إعدادي ثانوي. وتحاول منظمات مجتمع مدني أن تدعم هؤلاء الفتيات كي يتخطين عثراتهن. دور المجتمع المدني أنه يقوم بالتوعية الأول، هواعي لو الفتاة مقبلة على الزواج هبتدي أوعيها إزاي تقوم بدورها كأم، إزاي تقوم بدورها كزوجة. لو قامت الأم بدورها فعلا صح هيطلع لنا جيل ناجح، لو قامت بدورها بأسلوب خاطئ هيطلع لنا جيل للأسف مش هيبقى سوي. الأمم المتحدة رفعت شعار تطعيم القوى العاملة النسائية الماهرة بمشاركة الفتيات للاحتفال باليوم العالمي للطفلة هذا العام، لتوسيع فرص التعلم المتاحة حاليا ورسم مسارات جديدة ودعوة المجتمع العالمي إلى إعادة التفكير في كيفية إعدادهم للانتقال بنجاح إلى عالم العمل. مخاوف عدة تواجه الفتيات في مصر في ظل ارتفاع نسب زواج القاصرات والتسرب من التعليم بحسب بيانات حكومية، وهو ما يزيد من أهمية دور منظمات المجتمع المدني التي تعمل على حماية حقوق الفتيات وتمكينهن. كريم مسعد، الحرة، القاهرة.